عودة العشرة الصبح في الأهلي، أهلا بكل حضراتكم مرة تانية. عندنا في الفقرة دي وهي أولى فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة، عندنا كلام كتير حابين نتكلم فيه. في البداية عايزين نقف شوية عند ماتش الأهلي امبارح أمام سموحة، وهنتكلم في شوية تفاصيل تخص هذا اللقاء، وبعد كده بقى نخش على ما هو مختلف حبتين. طبعا خلص كاس العالم، كل سنه وكل حضراتكم طيبين، وكلنا ما فيش شك ان احنا متشوقين جدا لعوده كل الدوريات الاوروبيه المختلفه، وطبعا على راس قائمه الدوريات الاهم في راي ناس كتير جدا في العالم الدوري الانجليزي، واحد من اقوى الدوريات في العالم. طبعا راجع الدوري الانجليزي النهارده، واكيد حابين نتكلم يعني عن كل تفاصيل هذا الدوري. خلونا نرحب بضيفي اللي منورني في حلقتنا النهارده، الناقد الرياضي الاستاذ ايمن جلبرتو. يا صباح العسل. صباح الفل يا كريم، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام. نرجع بقى نتكلم على الكوره بتاعتنا، الكوره المحليه. ما وقفتش اخبار كاس العالم معاك ايه الاول؟ كان كويس، بس بالنسبه لي التوقعات طبعا اتضربت، لان بس طبعا الواحد فرحان لميسي. سيبك انت، ده جزء من حلاوه وسحر كاس العالم، ان انت في بعض الاحيان بتبقى صعب تتكهن مين هيوصل لدرجه ايه او هيوصل لفين، وكان في مفاجات كتيره، منها المفاجات اللي اسعدتنا زي ماتش السعوديه مثلا طبعاً. الاولاني، واكيد الانجاز العظيم اللي حققه المنتخب المغربي. هنرجع برضو للتفصيله دي، بس خلينا الاول نقف كده عند ماتش امبارح الاهلي وسموحه، رايك ورؤيتك. يعني للأمانة المباراة امبارح كانت صعبة جدا، يعني مش صعبة كمستوى فني أو كهي مباراة صعبة، لا هي صعبة كنتيجة وأداء. في بعض الأحيان ممكن النتيجة ما تبقاش كويسة بس الناس تبقى مش قلقانة، أو يعني يعني الموضوع مش مقلق، لكن للأمانة اللي حصل امبارح واستكمالا طبعا لمباراة فاركو قبليها مباراة فيوتشر، فالناس قلقانة. نادي الأهلي في المركز الأول فرق نقطتين، ولكن ده زي ما احنا بنقول الناس قلقانه، الناس قلقانه ليه؟ لان هي حاسه ان في مشكله ما في الفريق، سواء فنيه او اداريه او ايا كانت. ناهيك عن ان فقدان ان شاء الله نقطه واحده بقى امر غير صعب. مستحب بالنسبه للجماهير في كل مكان. طبعا وطبعا بعد هديه كمان، يعني ربنا سبحانه وتعالى بعت لجمهور الاهلي وادارته ولاعبيه هديه كاس العالم للانديه، لا حاجه ما كانتش على البال. صحيح. فجاه لقينا نفسنا هنبقى موجودين في كاس العالم للانديه، فطبعا انت متخيل السيناريو ان انت لما توصل في شهر فبراير وتلعب كاس عالم انديه، بعديها تبتدي مشوارك في دوري ابطال افريقيا وتكمل الدوري اللي هم المفروض اتحاد الكره ورابطه الانديه حابين ان هو يخلص في وقت مبكر الموسم ده، فانت متخيل كم الضغط اللي هنعانيه تاني في المباريات، فمش مستحملين. احنا هنتعافي بقى من الضغط ده اللي بقالنا سنتين ثلاثه بنتكلم عليه؟ صعب يعني بعد موضوع كاس عالم الانديه كمان الموضوع هيبقى صعب، ولكن هي الفكره دلوقتي كانت في ايدك. يعني النادي الاهلي للاسف المباراتين اللي اهدر فيهم نقاط كان في ايده ان هو ما يهدرش ويبقى على القمه بفارق بنتكلم 4 أو 6 نقاط بعيد عن نادي الزمالك اللي هو تعثر قبل مباراه النادي الاهلي، وده برده من الحاجات اللي برضو خلت في حزن عند جمهور الاهلي، ده طبيعي جدا ولازم الناس طبعا لازم كل الناس تتقبل فكره ان جمهور الاهلي زعلان، لان في الطبيعي دايما كان لما يعني المنافس الرئيسي بتاعك بيتعثر في مباراه، لو انت بتلعب بعديه ده بيبقى حافز ليك ولاعيبتك ان انت عايز ان انت يعني تكمل وترجع تفرق تاني وترتاح. فان امبارح كمان النادي الاهلي تقريبا ما فيش محاولات على المرمى بشكل قوي، مفيش فرص محققه، كنا دايما حتى بنتكلم ان النادي الاهلي في بدايه الموسم بيروح على المرمى كتير ولكن بيهدر الفرص، بنكسب بس لا ده احنا نقدر نكسب اكتر، يعني ممكن نكسب اتنين تقدر تكسب اكتر وتريح نفسك. لا امبارح في مباراه سموحه ما كانش فيه حاجه من دي خالص، تقريبا كل اللعيبه كانت اوف داي، فمش عارفين، فعشان كده هنا القلق، الجمهور بيسال ايه المشكله، فين المشكله. بس عارف في وسط اوجه القلق المتعدده دي من ضمن الحاجات القليله المطمئنه فكره ان حتى الجمهور بقى عنده ثقه كبيره في ان مستر كولر عينه على كل الثغرات وعلى كل المشاكل، وبيعرف يعني يعمل على تصحيحها مع اللعيبه سواء نفسيا حتى بصفه خاصه نفسيا قبل حتى فنيا. هي دي الفكره، مستر كولر هو يعني برضو كمدير فني لسه في الدوري المصري وبيتحسس برضو الدوري المصري، فهو طبيعي جدا لازم هياخد وقته في حاجه معينه. يعني طبعا النادي الاهلي على مدار تاريخه ما نقدرش نقول ان بتبقى حاجه كويسه ان الجمهور دايما يبقى حكمه متسرع على المدرب، لان كثره تغيير المدربين دي ما بيبقاش فيها استقرار، والمدرب لما يشتغل تحت ضغط ما بيبقاش فيه استقرار. ولكن فعشان كده بقول لك هي الفكره كلها ان بدايه السيزون كانت كويسه والامور بعد كاس العالم او في فتره كاس العالم ما نقدرش نقول كانت وحشه قوي، لا يعني حتى بعد ما رجعنا كان في بعض المباريات الجيده، ولكن اخر 3 مباريات تحديدا قلقت الجمهور. وقلقت الجمهور ليه؟ وفاركو وسموحه. وليه قلقت الجمهور؟ لان خلي بالك
انت بترجع لسيناريوهات سيئه كانت الموسم اللي فات والموسم اللي قبله. النادي الاهلي كان بيبقى متصدر الترتيب، بعد كده يلعب كاس العالم للانديه وافريقيا، يتضغط في المباريات ويبتدي بقى يبقى في نزيف في النقاط. وللاسف احنا برضو في سؤال ممكن برضو كلنا نساله، النادي الاهلي لعب امبارح مع سموحه، هيلعب بعد بكره مع سيراميكا. طب ليه هنلعب فرق 48 ساعة واحنا لسه ما فيش ما يستدعي ان يتضغط؟ انا متفاهم ان سيراميكا بيلعب في استاد القاهرة، واعتقد نادي الزمالك برضو بيلعب في استاد القاهرة، فلازم حد فيهم يلعب الاربعاء وحد يلعب الخميس. طب ما كان ممكن الزمالك يلعب الجمعة والاهلي يلعب الخميس، عشان بدل ما سيراميكا يبقى مريح 4 ايام والاهلي هيريح يومين بس، يبقى في تكافؤ يعني طبعا. يبقى في الفرق تشم نفسها. طب الرفايع بقى اللي من الصنف ده مسؤولية مين؟ هي طبعا لازم اللي بيحط الجدول، رابطة الأندية أو اتحاد الكرة أيا كان مين اللي بيحط الجدول، المفروض رابطة الأندية طبعا الحاج عامر حسين، فهم المفروض التفصيلة دي تبقى عندهم. والمفروض طبعا يعني من بداية الموسم الجدول طبعا كان محطوط، بعد كده جت قمة المناخ طبعا كان لازم ان احنا نوقف المسابقة لفترة، بعد كده رجعنا تاني. فأعتقد تفصيلة زي دي المفروض عند لجنة المسابقات عند اتحاد الكرة، المفروض يعني اكيد تتابع من عندنا. شوف انت ايمن، شفت قلت كلمه المفروض كم مره؟ واحنا عموما بقالنا فتره طويله، وكلامي هنا عن المنظومه ككل طبعا، كلمه المفروض دي اتقالت يعني طرطشت كده في 50 قاعده سابقه. طب امتى هنوصل لمرحله ان المفروض ده يكون امر واقع وحاصل بالفعل وممنوع؟ انا ما اعرفش، لان فعلا حاليا يعني انا ممكن اتفهم ده زي ما احنا بنتكلم كده بعد شهر فبراير، نادي الاهلي لما يخلص ماتشات كاس العالم للانديه ويخش على دوري ابطال افريقيا، ممكن تتفاهم ان في بعض الاسابيع تلعبها بالشكل المضغوط ده. ماشي، احنا الدوري كله مضغوط ده العادي، لكن ليه النهارده في يعني سيراميكا نفسه لعب من يومين تقريبا مباراه، وهيلعب يوم الاربعاء. طب الاهلي يلعب يوم الاحد، ليه يلعب يوم الاربعاء؟ ليه مش الخميس مش الجمعه؟ وهنلعب مع بيراميدز اعتقد يوم الاثنين، بعد كده ترجع تلعب مع انبي في يومين، بعد كده تريح تقريبا 6 ايام قبل ما تلعب ماتش الزمالك او انبي حسب الجدول. معرفش في النص في كاس ولا لا، بس ليه مضغوط يعني؟ ليه نضغط قوي كده مع ان الموضوع سهل يعني؟ طب انت في وسط الضغوطات دي كلها فكرك مين اللي هيوصل، تعال نقول حتى للمربع الذهبي للنسخه دي من الدوري؟ لا، هو الاهلي والزمالك هيفضلوا مكملين طبعا، والفكره كلها بتبقى مين اللي نفسه طويل. يعني السنه دي للامانه غزل المحله واضح ان هو بيقول حاجه يعني طبعًا. عندهم للامانه مدرب جيد، شويه ارهاصات كده تقول فعلا الفرقه بترجع، يعني ممكن تبقى مغلوبه وترجع تكسب. بيأدوا خارج ملعبهم زي جوه ملعبهم، بيلعبوا كوره كمان جميل. يعني ماتش الامانه ماتش الاهلي وغزل المحله في ملعب المحله كان في كوره حلوه، المحله كانت بتلعب، الاهلي كان جيم مفتوح وجيم جماهيري جميل. فالمحله لو استمرت على نفس المستوى من غير المشاكل اللي بيخشوا فيها في بعض الاحيان اللي هي المشاكل الاداريه والماليه، ممكن نلاقي غزل المحله مستمر في المربع الذهبي. بيراميدز واضح انه متذبذب شويه، ولكن بيراميدز بيجي في الاخر ساعات بيستغل تعثرات الانديه اللي هي ما بتقدرش تكمل. على فكره جزء كبير او عدد كبير من الانديه يعني دعم صفوفه بصفقات كتير، احنا قلنا هنشوف الاختلاف كله في النسخه دي من الدوري، بس لحد دلوقتي احنا بنشوف تقريبا نص، او يعني لو الجدول موجود هتلاقي ان في 8 او 9 فرق بيصارعوا يعني على الهبوط، على الهبوط يعني طبعًا. قريبين طبعًا. يعني حتى سموحه امبارح. طب ازاي كده؟ ما هي دي الحاجات الغريبه يعني. انت النهارده بتشوف نتائج الفرق اللي هي يعني النهارده سموحه لعب ماتش، ما تقدرش تقول لعب ماتش قوي مع الاهلي او ان هو بيلعب المكسب، وكان مقفل وبيلعب هجمه مرتده. لكن لعيبه سموحه، انت لو استعرضت نتائج سموحه بشكل عام، وده الحاجه اللي تخلي ممكن الجمهور برضو يزعل او يتضايق، ان نتائج سموحه عموما من بدايه الموسم مش نتائج جيده. صحيح. سموحه دخل فيه تقريبا 7 اهداف، مسجل عدد قليل جدا من الاهداف. صحيح. خسر من الزمالك، خسر من الاتحاد السكندري. يعني حتى متعادل مع فرق هي متزيله جدول الترتيب، فهو مش فريق يعني نقدر نقول انه حاليا يعني في الوضع الحالي ان هو يعطل النادي الاهلي. يعني مش من انديه القمه حاليا، لكن سموحه طبعا في مواسم سابقه كان فريق بينافس بالظبط، دي حاجه تزعل. فحتى لو بنستعرض الملخص المباراه ما فيش يعني جمهور الاهلي فعلا يعني مش لاقي يعني ماتش فاركو النادي الاهلي في ماتش فاركو رغم الفوز بلس 90 وكان صعب، لكن النادي الاهلي في ماتش فاركو راح تقريبا ب6 فرص محققه للتسجيل، خلق فرص هجوميه، لعيبه النادي الاهلي كانت بتروح على المرمى، كانت عندها فرص، في هدف لبرونو سافيو، في شك تسلل على كريم فؤاد ولا لا، كان في يعني كان في شكل تقدر تقول عليه
لا النهارده حتى لو لا قدر الله كان حصل تعادل احنا رحنا وكان في جزء عدم توفيق، لكن لازم يعني طبعا احنا في قناه الاهلي دائما بنساند طبعا فريقنا ومدربنا وكل حاجه، بس ساعات لازم برضو عشان تبقى صريح مع الجمهور، لا امبارح فعلا الماتش يقلق شويه. فنخرج منه بايه امبارح؟ ان لعيبه النادي الاهلي هي من المفترض طبعا ان هي الافضل في مصر، من المفترض ان هي عندها مهارات فرديه وعندها امكانيات تقدر ان هي في بعض الامور تحل الـ لو مثلا في ماتش متعقد زي كده بمهاره يقدروا يحلوها. فنتمنى ان لعيبه النادي الاهلي تراجع، يعني لو في حد حاسس ان هو مستواه متذبذب، حد حاسس ان هو تعبان مرهق، يعني اكيد يقدروا، عندهم من الخبرات لعيبه كسبت 2 دوري ابطال افريقيا، كسبت 2 سوبر، كاس عالم انديه مركز ثالث مرتين. ما ينفعش هذا الجيل برضه هم ليهم لاسمهم ولتاريخهم مع النادي الاهلي، ما ينفعش تقال ان هذا الجيل خسر 3 دوري متتالي، هتبقى صعبه يعني هتبقى بالنسبه لهم صعبه. فهم يقدروا يعني يقدروا، لسه الدوري في وقت، فنراجع اخطاء الماضي. احنا دورنا هنا كقناه النادي الاهلي ودور طبعا المنظومه الاداريه في النادي الاهلي ان احنا نتكلم في الحتت اللي احنا ايه كنا بنقول المفترض ما نلعبش المهمين دي، احنا دي مهمتنا احنا، دي سيبوها لنا احنا، احنا ندافع او على قد ما نقدر نوصل صوت النادي الاهلي وجمهوره، ولكن انتوا بقى عليكم في الملعب تركيزكم ان انتوا ما تضيعوش مجهودكم، ما تضيعوش نقاط سهله تريحكم بعد كده، لان فعلا اللي جاي اللي جاي اصعب. كاس العالم الانديه المره دي احنا هنلعب فيه يعني ان شاء الله هنلعب فيه ماتش زياده اللي هو ماتش اوكلاند سيتي اللي هو التمهيدي الاول، عشان احنا رايحين بدل بدل فريق الدوله المستضيفه. فالنهارده هتلعب مع اوكلاند، ربنا يكرمك وكسبت، هتلعب ماتش كسبت، هتلعب ماتش تاني تالت ورابع. بعد كده تخلص تشوف الكاف هيحط لك الماتش بتاع الهلال السوداني او في دوري ابطال افريقيا اللي هو اول جوله ايا كان مع مين هيبقى. قبل ما نوصل لدوري ابطال افريقيا تعالى نقف شويه عند كاس العالم للانديه وتوقعاتك لشكل مشاركه وفعاليه مشاركه النادي الاهلي في هذه النسخه من كاس العالم للانديه. هي نسخه مفاجاه جدا، وحلاوتها جت من ان انت ما كنتش متوقع ان هي ان انت تشارك فيها. مجرد المشاركه كانت مفاجاه حلوه. بالظبط، فهي حاجه جميله لازم نستثمرها بشكل جيد. مشاركتنا وللاسف النسخه الوحيده اللي شاركنا فيها في المغرب ما كانتش افضل نسخه. ففرصه ان انت تحسن صورتك، نكسر النحس المره بالظبط، وهتروح المغرب برضه بالظبط كده كمان انت يعني اللي هو ايه هتلعب اول مباراه مع اوكلاند سيتي. اوكلاند سيتي من الفرق اللي زي الاهلي كده بيصعدوا كتير، بس هم كمستوى ما نقدرش نقول افضل حاجه. فالنهارده انت عندك ادفانتج ان انت تتاهل للدور الثاني، هتستنى القرعه، عندك يا اما هتلعب الوداد او الهلال او الفريق الامريكي بطل امريكا الشماليه بالظبط. ف يعني امور سهل تقدر تاني تحقق توصل لانجاز. ما قلتش ليه ريال مدريد في وسط كلامك؟ لا ما ريال مدريد بعيد بقى في السيمي ريال مدريد الشر بره وبعيد السيمي فاينل. يعني خلينا بعيد عن ريال مدريد، لكن لا عند الاهلي عنده فرصه جيده ان هو يبقى موجود ثالث مره على التوالي في السيمي فاينل كانجاز ما حصلش قبل كده طبعا، فنتمناها. خلي بالك الهلال السعودي اللي هو يمتلك قوام تقريبا اللي هو لعب في السعوديه، يعني تقريبا معظم منتخب السعودي اللي لعب مباراه الارجنتين وكسب وكان موجود في كاس العالم ده بيلعب في الهلال. الهلال ممنوع من القيد بسبب عقوبه تخص يعني جوه الاتحاد السعودي، هم السعودي ممنوع من القيد. هم هناك بيحاولوا دلوقتي يبقى في حاجه اسمها عفو رياضي او حاجه زي كده، يبقى في استثناءات عشان خاطر العقوبه دي تترفع على الهلال وانديه اخرى في السعوديه، فالهلال يقدر في يناير يعمل تدعيمات. يعني انت بتتكلم منتخب الهلال ده يعتبر منتخب السعوديه اللي لعب كاس العالم مستني يناير عشان يعمل تدعيمات. فهنا انت برضو بتفكر بافكار مختلفه، الناس بتشوف كاس العالم بفكر ان هو عايزين يروحوا عشان يكسروا المشاركه اللي فاتت اللي النادي الاهلي كسبها فيهم 4 في السيمي في دور الثالث والرابع. عايزين كمان ان المنتخب يستثمروا ان المنتخب السعودي ظهر في مباراه جيده في كاس العالم وكان في حاله وان كان ممكن يبقى عندهم فرصه للتاهل، فيستثمروا ده في كاس العالم الانديه ان هم يروحوا يعملوا انجاز. بقول لك فالنهارده ده بيخليك انت كمان كنادي اهلي اكيد طبعا. انت النادي الاهلي الاكثر الانديه مشاركه 8 مرات اهو، المره الثالثه على التوالي، فكمان انت لازم لما تروح تبقى رايح بافضل شكل. لو في يناير تقدر تعمل تدعيمات مع القوام الموجود يبقى حاجه كويسه جدا عشان تستفيد فنيا واداريا وتسويقيا وكل حاجه. فنتمنى ان يكون مشاركه مميزه يعني للنادي الاهلي يا رب ان شاء الله. طب تعالى بقى نروح لعوده الدوري الانجليزي بعد فتره توقف دامت لمده شهر او شهر ونص. توقعاتك ايه لمشاركه محمد صلاح في ماتش النهارده؟
يعني مباراة أستون فيلا، يعني أستون فيلا أعتقد من الفرق اللي محمد صلاح كعبه عالية عليها برضو، معلم عليهم كذا هو برضو. خلي بالك صلاحنا في الإحصائيات عموما لما تيجي تشوف فرق الدوري الإنجليزي هتلاقي صلاح كعبه عالية على كل الفرق يعني، يا رب دايما. فالنهارده دي حاجة كويسة، وأعتقد صلاح أكيد كنا زعلانين هو مش موجود في كأس العالم جدا، ولكن قد تكون فرصة جيدة ليه إن هو رايح شوية، خد فترة راحة كويسة وقت كأس العالم، استعد بشكل أفضل لاستكمال الموسم، لأن صلاح حتى الموسم يعني الموسم ده اللي هو الناس طبعًا مركزة قوي مع هالاند، لأن هالاند عامل أرقام مرعبة. يا أخي الراجل ده عجيب بالشأن، فاضل له شوية ويطير أقسم لا هو فعلًا لغاية دلوقتي 18 هدف، يعني هو باعد بصدارة الدوري الهدافين. يعني هو مريح، ولما اتصاب ما كانش فيه قلق، يعني هو فعلًا مهاجم استثنائي. فالنهارده الناس كلها طبعا كانت مركزه معاه، فاضل له شويه ويسجل في ماتش هو مش بيلعب فيه اصلا، يعني مش طبيعي. لا لا هو مش طبيعي. مهاجم، وبعدين انا ما شفتش في حياتي بني ادم يدي كوره يدخل جول، كتف يدخل جول، لا ايه ده؟ قال لك باكل قلب وكبده مش طبيعي ده بياكل اللعيبه نفسهم يا استاذ بياكل بياكل نظام التغذيه بتاعه بس يا اخي بعد اللقب عن ابننا محمد صلاح. بس خلي بالك، بس صلاح برضو يعني الهداف بعد، لكن صلاح في الموسم اجمالا لا ارقام صلاح مش وحشه، يعني صلاح هداف الشامبيونز ليج حتى الان مع ليفربول، وهو هداف الشامبيونز ليج النسخه الحاليه لحد دلوقتي. موجود في البريمير ليج، واحد من اكتر اللعيبه اللي عملت مساهمات في الدوري الانجليزي وتمريرات، هو ليه دور جديد دلوقتي، مش دور جديد بس هو ليه طريقه لعب معينه جديده مع ليفربول الموسم ده، مش شرط يكون على طول بيسجل، احنا اتعودنا ان صلاح هو الرجل اللي على طول بيسجل، هو اللي موجود طبعا في صداره الهدافين، لكن لا هو ليه ادوار ثانيه وبيأديها وبيساهم. هو حاله ليفربول كانت في بدايه الموسم مش جيده، بس لما تحط شويه في ماتشين ثلاثه في دور غير الادوار المعتاده منه طبعا بتبقى صعبه، يعني الناس كلها دي كانت فتره عقم تهديفي بالنسبه له ان هو مش موجود في مركزه اللي هو متعود يلعب فيه. بس هو في الاخر، هو حتى صلاح مره صرح وقال انا في الاخر بلعب يعني هو المدرب عايزني العب كده، فانا ملتزم بالظبط، انا ملتزم طبعا بالطريقه دي. ولكن هي الفكره ان برضه يعني عشان ما نسقلش مش نسقلش عليه، بس برضه من ايه ما يبقاش التقييم صعب، لان انا عارف الناس طبعا بتتوقع دايما من صلاح حاجات كتيره جدا، ولكن هو الموسم ده هو موسم جيد. هالاند فارق في الاهداف، هاري كين فارق، متروفيتش، الناس دي فارقه، ولكن صلاح مع ليفربول هو حاليا هو رقم واحد، هو لو مش موجود في ليفربول، يعني ليفربول كبدايه الموسم ما كانش افضل حاجه في الدوري الانجليزي، ولكن صلاح هو هتلاقيه دايما هو اللي عامل فرق، شفناه في ماتش مانشستر سيتي ازاي هو اللي خطف جول الانتصار بشكل جميل. دايما هتلاقي النقاط المضيئه ليفربول الموسم ده هتلاقي موجود فيها محمد صلاح، محطم ارقام في الدوري الانجليزي، محطم ارقام حتى في الشامبيونز ليج. فنتمنى ان الموسم ده يبقى فيه القاب جديده لمحمد صلاح، لانه هيبقى عنده مشكله تخص الحلم بتاعه بتاع بالون دور او ذا بيست، انه جاي في كاس العالم بعد كاس العالم، فطبعا دلوقتي انت بتتكلم السنه اللي جايه دي اي جايزه ممكن تتعمل هيبقى رقم واحد مرشح ليها ميسي، ورقم اثنين مبابي، يعني هتلاقي رقم واحد ميسي ليه؟ لان خصوصا بعد كاس العالم، بعد كاس العالم ده طبيعي، يعني ذا بيست مثلا اللي هي هيبتدي التصويت فيها احسن لاعب في العالم من اللي بتقدم من الفيفا، التصويت فيها هيبتدي في يناير، هي عن فتره ما بين 2021 ل 2022 18 ديسمبر 2022 ده فتره التقييم الفني للعيبه اللي هي اللعيبه المرشحه، بعد كده الناس تصوت. فانت متخيل الناس دلوقتي لما تيجي تصوت العالم كله هيصوت لميسي بطبيعه الحال. بالمناسبه فكرك ميسي هيبقى موقفه ايه الفتره الجايه مع باريس سان جيرمان، وليفاندوفسكي هيبقى وضعه ايه مع البايرن، والاهم كريستيانو رونالدو راح فين وهيجي منين وهيعمل ايه؟ هو مش في السعوديه كريستيانو؟ بص ما حدش فاهم حاجه بقى، ما انت كل شويه تلاقي كلام هو مؤكد وكلام تاني بينفيه. هو واضح ان في اوفر موجود لكريستيانو، والا ما كانش ما فيش دخان يعني من غير نار بالظبط، يعني في حاجه موجوده، لكن هو كريستيانو واضح انه مستني على امل ان يجي له عرض اوروبي ما ينقذه من اللي هو كان في كلام على الدوري الامريكي مش اوروبي بقى. هو اعتقد هو بالنسبه له انا ممكن لو هو بيفكر من الدوري الامريكي والدوري السعودي هو ممكن يروح للدوري السعودي، لان الاوفر هيبقى فيه اعلى غالبا هيبقى اعلى طبعا. لا هو على العموم امريكا كانت هي بتدي، امريكا في فترات كانت هي بتدي اللعيبه اللي هم خلاص بيبطلوا في اوروبا او يعني بتديهم مبالغ كبيره، لكن زي ما حصل مع ديفيد بيكهام في مثلا وابراهيموفيتش واسامي كتير، لكن اقصد ان حاليا السعوديه فعلا مركزين مع كريستيانو.
يعني زي ما شفنا ميسي بالعبايه القطريه ممكن نشوف كريستيانو بالجلابيه والعقال. نشوف نشوفه ده الدنيا حلوه وتجاب بالظبط. وهيبقى يعني هتبقى هم بيتعاملوا مع الموضوع لانه مش بس هيجي يلعب يعني مش بس هيجي يلعب مع الكلام على كونه هيبقى سفير كمان الملف السعودي. ما ده بيخلي الكلام منطقي الى حد ما. وخلي بالك الاعلام السعودي حتى لان في بعض الانديه انت عارف النصر والهلال المنافسه والاتحاد فطبعا بيتكلموا هل هيبقى مرتب كريستيانو ده مدعوم حكوميا مدعوم. فالكلام حتى في الاعلام السعودي لا ده هو النصر هيدفع جزء وفي شركات استثماريه وفي رعاه هيغطوا هيتحملوا الباقي الراتب ده مقابل ان الراجل ده هيبقى سفير وهيعمل اعلانات وهيعمل دعايه وهيبقى موجود في الدوري السعودي. فهي الصراحه الموضوع لحد دلوقتي يبدو للناس انه صعب لكن هو موجود. عموما هي كلها ايام زي ما كنت بقول من شويه ايام وندخل بقى مرحله الميركاتو الشتوي والصوره هتتضح اكتر. هستاذنك بس نطلع فاصل سريع ونرجع عشان اعرف بقى طب ليفاندوفسكي وضعه ايه، طب ميسي حكايته ايه. فاصل ثم عوده، خليكم معنا اتفضل. يا اهلا بكل حضراتكم، رجعنا عشان نكمل دردشتنا مع الاستاذ ايمن جلبرتو اللي منورني في حلقتنا النهارده. وقفنا في الكلام عن توقعاته ورؤيته لميسي فيما هو قادم مع باريس سان جيرمان وكمان ليفاندوفسكي مع البايرن. لا ميسي يعني اي حد ما كان ميسي كان المفروض يبطل كوره الصراحه كده برضه. يعني بس يعني هو في كلام ان في موسم جديد هو المفروض عقده يخلص. يعني تخيل ميسي ده في يناير فري، لو تقدر اي حد يقدر يوقع مع ميسي ببلاش. ولكن يبدو ان باريس سان جيرمان حابب ان ميسي يقعد سنه كمان. ففي مفاوضات وبرضه نرجع ونقول بعد التألق الاستثنائي في كاس العالم الحقيقي اعتقد ميسي كان عامل حاله في العالم طبعًا كله طبعا. ودي حاله هو يستحقها. احنا ممكن نهزر طبعا. ناس اللي بيشجع ريال مدريد لا حتى الناس في عز كاس العالم ويرز ميسي وفين ميسي بالظبط او فين ميسي هو رد عليهم عملي اهو على المنصه بيتوج بكاس العالم. فهي فعلا الكاس العالم ميسي يعني للامانه مش محتاج حاجه تخليه ان هو يبقى اعظم لعيب في التاريخ طبعًا. او من اعظم اللعيبه في التاريخ لان هو عمل كل حاجه صحيح. بنتكلم واحد في التوب ليفل بتاع الكوره 15 لا وتوج بقى كمان يعني دره التاج لمشواره كان بالظبط. دي اللي ايه الكريزه اللي عطلت طبعًا. كاس العالم لان هو حلم فعلا كان بالنسبه لميسي، حلم بالنسبه للارجنتينيين كل يعني انت متخيل الاغنيه اللي هي الشهيره اللي كانوا بيغنوها وقت كاس هم كل كاس عالم بيبقى ليهم اغنيه كده بتشتهر. الاغنيه دي هم كلهم حلمهم اللقب الثالث دايما في اغانيهم هم رابطين مارادونا بميسي ده دايما. احنا كان عندنا مارادونا وعندنا ميسي وهاتوا الكاس عشان وميسي يجيب لنا الكاس فهم كانوا عاملين حاله. فاي حد حتى لو انت في الطبيعي انت في الاخر كوره، احنا مصريين وعرب، احنا مش شرط يعني انا ارجنتين كسبت او خسرت انا مش مستفيد حاجه لكن صحيح. لا يعني انت تتعاطف تحب تتعاطف مع احنا عندنا ميول ناحيه منتخبين البرازيل والارجنتين دايما ده من قديم وايطاليا على فكره وايطاليا مصر البرازيل الارجنتين ايطاليا صحيح. تلاقي دايما ليهم طبعا. شعبيه كبيره في مصر. فلا والارجنتين كان مع ميسي. ميسي خلي بالك ميسي في جيل كامل مرتبط بيه يعني الجيل اللي هو في الالفينات بدايه الالفينات كان بيعي في الكوره وابتدى بقى نضجه في فتره ليه ظهور ميسي بتاعه 2005 و2004 مع برشلونه ففي جيل كامل فعلا مرتبط بميسي هو بالنسبه لهم الايقونه سواء هنا في مصر او في العالم العربي. ماذا بعد بقى حقبه ميسي وكريستيانو رونالدو وليفاندوفسكي؟ يعني دول من ابرز اللعيبه اللي فعلا يعني هما لعيبه استثنائيه بكل ما تحمله الكلمه من معنى وفي زمن كده او عصر يتسمى باسمائهم طبعا حقيقه. طب بعد يعني الزمن اللي بعد كده بقى هل شايف ان في حد ممكن يبقى حامل اللواء ميسي حامل رايه ليفاندوفسكي؟ النظري دلوقتي واللي ظهر طبعا امبابي وهالاند بس نقول امبابي اكتر لان امبابي عنده حته المهاره كمان وعنده تنوع شويه. هالاند الى حد ما بنتكلم في الراجل السترايكر اللي هو ما بيهركش طبعا فهتلاقي ده هالاند هيعمل ارقام اسطوريه لو كمل طبعا بنفس الامر طبعا لا نتمنى لحد ان هو يحصل له مشكله في مسيرته كاصابات او حاجه أكيد زي كده. فلو هو كمل بنفس ده هيعمل ارقام اسطوريه في حته المهاجم دي. لكن امبابي هو ممتع عنده كمان جماليات عنده لعبه محرار. عنده يعني طريقه الجاريه بتاع في سحبه كده في سحبه وانفتح على 200 260 فما تلحقوش فامبابي. بس للامانه برضو صعب نتنبأ قريب ان يبقى في حد يملأ هذا الفراغ
سواء فراغ ميسي او ده فراغ مش حلو، ما كده هتبقى متعه المشاهده منقوصه الفتره صح. ما بص ميسي ده موهبه من عند ربنا سبحانه وتعالى طبعا. اداها لشخص، الشخص ده طلع امين ان هو يحافظ عليها ويطورها طبعا، لان موهبه ميسي في لعيبه كتير عندها موهبه. ناس كتير قوي بتقارن، ومش اليومين دول، ده من زمان، بين ظاهره مارادونا وظاهره ميسي، ومين فيهم اللي يعني فنيا اقوى؟ الاثنين عظام. انا ما عاصرتش مارادونا، انا شفت مارادونا فيديوهات تمام وقصص. فاتك كتير اكيد والله العظيم. آه طبعا فاتني كتير. اوه على ده لعيب مارادونا، في اللي هو ايه مارادونا في رقم حتى بعيد قوي كان اللي هو اكتر لعيب اتعمل عليه فاولات اتضرب في كاس العالم في تاريخ كاس العالم. مارادونا ب 100 وحاجه اتضرب 100 ومش عارف 20 مره. ميسي يا دوب لسه في المركز الثاني ب 65. أيوة. يعني انت متخيل زمان برضو الكوره كانت صعبه لان الناس طبعا تدخلاتها. اصل مارادونا خلي بالك في اغلب الاحيان الحل الوحيد لايقافه ان انت تعطله طبعا. ميسي كان ذكي في سنين عمره كلها ان هو كان بيعرف ازاي يتفادى الحاجات دي. يعني برضو ميسي من الحاجات الذكيه كانت فيه، ودي كنا بنشوفها كتير في اللي بيتابعوا كمان برشلونه والدوري الاسباني، كان ذكي ان هو بيعرف يحط ساعات نفسه موقف ان انت لو جيت تضربني انا اصلا عديتك. حتى في المساحات الضيقه مش تلحق تضربني. صحيح. فانا من وجهه نظري اللي يفرق ميسي عن مارادونا، يعني طبعا الاثنين عظام أكيد، لكن انا بالنسبه لي ميسي اديله درجه زياده في حاجه واحده، ان الراجل على مدار اكتر من 15 سنه في ثبات، في هو في التوب ليفل. مارادونا كان عنده مشاكل كان عنده ابس اند داونز، وكان عنده قصه مع المخدرات في وقت من الاوقات، يعني كان عنده مشاكل حتى سياسيه في بعض الاوقات، فهو كان حاله يعني. لكن مارادونا حاله، اي حد يتمنى ان هو يبقى قاعد شايف مارادونا ده قدامه وبيتفرج عليه، فهو استثنائي. مارادونا حاجه طبعا استثنائيه طبعا. لكن ميسي للامانه لما بيتحط في كاتيجوري، لا ميسي النهارده انت ممكن تاخده مثل وقدوه، واحد ازاي زي ما بقول لك كده موهبه، موهبه ربنا بيدي ناس كتير موهبه، لكن مين اللي بيحافظ عليها طبعا، مين اللي بيطورها، بيطورها مين اللي النهارده اكيد ميسي ده في حياته ضحى كتير أكيد عشان خاطر يوصل اللي هو وصل طبعا طبعا. فدي النهارده تخلي ليه ميسي ممكن اللقطه الاخيره بتاعته حلوه. يعني كان في مصطلح جميل حد من الزملاء كتبه على التويتر او من الاصدقاء، قال لك ميسي ده حاجه من اللي هي ايه، انت بتشوف النهايه السعيده للقصه، اللي ساعات في الافلام تبقى قصه ماساويه ليها نهايه سعيده طبعا، او قصه سعيده نهايتها ماساويه طبعا. لكن ميسي هي قصه سعيده نهايتها سعيده نهايتها اسعد كويسه يعني طبعا، حاجه حلوه. صحيح. ده انا اعتقد ان تكرار ميسي صعب يعني. بمناسبه برضو ميسي قبل ما يسرقنا لقطه النهايه، لقطه ميسي هو بيحتفل مع الرفاق وهو لابس العبايه القطريه، في ناس كتير قوي وقفت عند العبايه دي واللقطه بتاعت وهو يعني اسمه الامير بيلبسه العبايه، ما بين الاستحسان وما بين الاندهاش وما بين الغضب. في بعض الدول الاوروبيه وخصوصا دول بعينها شافت في اللقطه دي افساد للنهايه السعيده، في حين ان كتير جدا من الصحف برضو العالميه ولا سيما الارجنتينيه منها بصفه خاصه قالت لك الكلام ده، انت بتقولوا الكلام ده بناء على ايه؟ طب ما في حد ممكن يبقى بيتسلم مفتاح المدينه كشكل من اشكال التكريم زي ما بيحصل مع كبار الزوار مثلا، بيليه بجلاله قدره في وقت من الاوقات واثناء مشاركته وفوزه بكاس عالم في نسخه من النسخ لبس القبعه المكسيكيه الشهيره. فاللقطه دي اثارت جدل واسع، بس الحاجه الاكيده ان هي ستظل في الاذهان سنين طويله جايه قدام. لا دي هتفضل دي لازقه عبر التاريخ طبعا يعني طبعا، وللامانه هي حاجه كويسه وحركه ذكيه جدا طبعا جدا. انا من وجهه نظري خلي بالك ميسي واحد من الناس اللي موجودين في باريس سان جيرمان. ميسي يعني بالنسبه للملف القطري عموما هو روج للملف القطري طبعا بكثير من الامور طبعا. باريس سان جيرمان ملكه برضه راجل قطري واستثمارات قطريه كتيره جدا موجوده في باريس سان جيرمان، فهي اللقطه مش ازمه يعني شايفينها لقطه جميله طبعا. والامانه حتى الناس اللي الدول اللي انت بتقول انتقدتها هم من اول كاس العالم بينتقدوا كاس العالم، بس لايقه عليه اللعبه حلوه على فكره حلوه حتى امير قطر وهو يعني بيلبسها فيها طبعا. تحس فيها يعني صوره طبعا جميله فيها تشريف كبير يعني هي صوره جميله ناس صورتها، وبالذات وهي متصوره من زاويه معينه وكانه ملك بالظبط. انت يعني هي لقطه فعلا انت ميسي قوي يعني لو اي حد غير ميسي على فكره يعني كان ممكن يعني لوريس مثلا هو اللي يبقى مكان ميسي في النهائي مكان في النهائي. لا هي لايقه على ميسي هي مش لايقه على حد تاني غير ان ميسي، لان هو فعلا احد يعني ما كانش ملك كره القدم، لا هو واحد احد ملوك كره القدم عبر التاريخ. فلقطه جميله. قطر عملت مونديال جميل جدا صحيح. هيفضل مذكور في التاريخ ان دولة في الشرق الأوسط دولة عربية
مساحتها مش كبيره، الناس كانت بتنتقد المساحه، الناس كانت بتنتقد ازاي هينظموا الملاعب. طلعت ميزه في نهايه الامر ان الواحد يقدر يحضر ماتشين ثلاثه النهارده. كابتن عويس والناس بيتسابقوا مين حضر عدد الماتشات الاكثر، مستنيين ويقعد معانا قعده حلوه عويس عشان يقول لنا بقى. اكيد لسه كنت بقول له من شويه، قلت له انت اكيد راجع بكرتونه ذكريات حلوه من البطوله دي. فهي ابقى تابع الفقره اللي هينورنا فيها احمد عويس. انا بشكرك جزيل الشكر على وجودك معانا في حلقه النهارده، نورتنا كالعاده، وان شاء الله نشوفك على خير باذن الله. شرف ليا يا كريم، نتمنى ان الحلقه يعني الفتره اللي جايه يبقى كلها حاجات كويسه للنادي الاهلي. الله يا رب. ولو في كبوه بسيطه تعدي، وجمهور النادي الاهلي الرساله، حتى لو احنا زعلانين كلنا زعلانين، ولكن دورنا في المرحله اللي جايه اللي هو دورنا التاريخي نبقى موجودين في كل الماتشات ونساند الفريق ان شاء الله. ربنا يكرمنا. بشكرك على وجودك جزيل الشكر، وخلونا نطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع عشان نستقبل حضراتكم في ثاني واخر فقراتنا الحواريه. خليكم معانا.